نشعر بهذا الإحساس إلا بوجود سيادتكم في المدرسة. أول مرة أشعر بتقارب بين الإخوة العرب في وجود سيادتكم. أول مرة أشعر بأن هناك سفارة مصرية ممكن أدخلها في أمان ودون أي غضاضة. هذه المشاعر هي يعني يجب أن نشكرك عليها، ومهما عبرنا عن مشاعرنا ومهما كتبنا ومهما قدمنا لا نستطيع أن نوفي بما قدمته لنا. فنتمنى لسيادتكم المزيد من النجاح والتوفيق على مستوى الأسرة ومستوى المجتمع المصري ومستوى المجتمع العربي، ولكم الشكر مرة ثانية على ما قدمتموه لنا، وشكرا. الحاج محمد إمام شاف ملاحظة برضو من نشاط السيد السفير ويحب برضو يذكرها بالمرة، لأن ما فيش حد عملها وحتى الناس العاديين ما بيعملوها. هيقولها الحاج محمد إمام. حقيقة يعني زي ما قالت الأستاذة شيرين يعني ما عنديش البلاغة في كلمة أو إن أنا السفير بعد إخواننا الدكاترة والأستاذة البلاغة، ولكن في ملحوظة أنا لاحظتها في إطار رمضان كان سعادة السفير كان جاي وكان إيديه وجعان جدا لدرجة مش قادر أقعد على الأرض وأقعد على كرسي، ويا ريت أقعد على كرسي ويسكت. لا راح يبقى في الناس الغلابة اللي هم اللي في الشوارع وسعادة السفير معانا، وبعد ما خلصوا الناس كلها كانت وهو مش عاوز ياكل، جبت الطبق وبقيت قاعد مش حتى كل قال مش قادر تقول لازم تاخد اي حاجه عدد. يعني حتى من باب السنه او من باب يعني مش قادر ياكل، وبعد كده يا ريت مثلا كل ومشي. ده مشي معايا وبقى يسبق اي واحد يلم المخلفات اللي الناس سابتها من اثار الاكل. وكوبايات الحاجات اللي على الارض هو اللي كان بيشيلها بايده وبيمسحها، وكمان الاكل اللي كان واقع وبتاعه هو بيمسحها بايده. ما تتنسيش له فعلا يعني التواضع اللي مش موجود. ماشي وراه اللي ساخن يعني بسيب الحاجات دي للشباب واللي يعني انا لازم ابني نفسي. فحقيقه كانت نقطه انا لاحظتها ومش هلاحظها في اي حد ثاني الا في سعاده السفير علي حكمي، ربنا يبارك فيه ويديله الصحه والعافيه ويكثر من حسناته، وان شاء الله ربنا يكرمه بذريه صالحه ان شاء الله، واشوفه في افق عالي ان شاء الله. شايفين الشباب واقفين، الشباب الرابطه والان بفخر بيهم، وفعلا دول مستقبل مصر، وربنا يوفقهم. ما بيقعدوش عشان اماكن مش كافيه، هم واقفين. والاستاذ هاني بدوي هيقول كلمه نيابه عنهم. السلام عليكم. اكيد يا فندم مش هزود على الدكاتره والاساتذه والقوات الكبار اللي بيتكلموا لحد دلوقتي، بس هي هتبقى كلمه من شاب من الشباب المصريين الموجودين عشان ياكد على الكلام الجميل اللي سمعناه. يمكن كلامنا يكون هو مش اصدق، ولكن تاكيد من الشباب شباب الثوره حاليا. حضرتك عارف طبعا، عارف من اهم حضرتك عارف احنا متحمسين قد ايه، وفي الاجتماعات حضرتك ساعات الحماس بتاخدنا وبنناقش مواضيع مع بعض. طبعا حضرتك بتسمع لنا وساعات بحس انك واقف معانا اكتر مننا من بعض. يعني حضرتك الحمد لله من الناس المولودين للثوره بشهادتي، يعني مش حاطط شهاده عليها قد ايه متحمس للثوره المصريه والثوره المستمره. بس عادي
السفير وعدنا انه السفير القادم حيكون السكر ان شاء الله. لا لا والله بس السكر. الدكتور سيد قال كلمه برضه في الاول ان لما يكون قائد المجموعه او قائد السفاره او قائد او رئيس الجمهوريه يعني الراجل بيشوف شغله بجد اللي حواليه كمان هم كمان بيمشوا على نفس الطريق ممكن يكون فيهم ناس بتحب تشتغل بس تلاقيهم القائد بتاعهم مش متزن فهم كمان بيقول لك على اشمعنى انا هعمل كده. فانا يعني اللي لمسناه برضه ان كل الستاف بتاع السفاره ما شاء الله عليهم كانوا ناس أخلاق أول حاجة طبعا مع كل أخلاق وإخلاص العمل وسرعة العمل كمان ودايما بيسألونا على الأفكار إيه الأفكار اللي عندكم عشان نريحكم. طبعا هو مش بإيديهم كل حاجة يعني هم كتبوا كتير وبعض مذكرات كتير وأنا فاكر دايما حضرتك تقول اكتب يا محمد طبعا أستاذ محمد الوطني أستاذ محمد الوطني لاعب معانا ومع الأستاذ سمير كان ده يعني بعد بس طبعا الرابطه في مصر مع الوضع اللي احنا عارفينه طبعا في مصر يعني اتمنى يخلص بسرعه بس يخلص على ما احنا عاوزينه مش على فتح عضو ويعني بس انا عاوزه بس ستس فعلا راجل مخلص في العمل وكمان جانب بجانب الاخلاص التواضع الشديد جدا جدا وانا من النوع اللي ما بحبش يعني اشكر حد انه فعلا يكون يستحق ان هو يتشكر وده ستس فعلا يستحق التجمع ويستحق الكلام كتير وأعتقد يعني كل الناس بتتكلم عنه. شكرا. دلوقتي أسأل السيد عميد الجالية المصرية حسن بيه الكردي. سيادتك تحب تقول أي حاجة؟ تفضل سعد. الحقيقة دلوقتي كانت جميلة جدا. أنا كنت متأكد إن كل واحد منهم اللي يتكلموا كان عاوز يتكلم أكثر من كده كتير. إنما اللي جه في الوقت ما قدرش يتكلم أكثر من اللي قال. ولذلك أنا أرى إن إحنا نزل كلامي وزاد 10. شكراً. شكراً.